مساء الخير مشاهدينا، وحلقه جديده من ترندز على شاشه القناه الاولى. بنكون معاكم كل يوم اربع وبنجمع لكم كل الاخبار المهمه اللي حصلت على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا. ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. كريستيانو رونالدو يبهر الجميع، ازمه كيفن هارت، عوده فرقه باك ستريت بويز، ويلا بينا نعرف كل تفاصيل الاخبار دي. كريستيانو رونالدو لسه متصدر الترند من وقت انتقاله للعب في الدوري السعودي، ولكن الاسبوع ده كريستيانو اتصدر الترند بقوه، وده لاكتر من سبب. اولهم المستوى الكبير اللي بيقدمه بعد ما احرز 7 اهداف في ماتشين ورا بعض، والسبب الثاني هو الاهم، فكانت صوره بالجلباب السعودي واللي حققت ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. كريستيانو ظهر لابس الجلباب السعودي اثناء مشاركته في الاحتفالات بيوم تاسيس المملكه العربيه السعوديه، وظهر كمان وهو بيشارك زملائه في الفريق الرقص السعودي التقليدي وهو ماسك السيف. ونشر حساب النصر السعودي فيديو لرونالدو وهو بيرقص بالسيف وبيشرب القهوه السعودي مع مدرب الفريق وعدد من اللاعبين. مواليد الثمانينات والتسعينات عاملين حاله من الفرح والاحتفال على السوشيال ميديا، وده بسبب الاعلان عن تنظيم حفله لفرقه باك ستريت بويز في مصر خلال الشهور اللي جايه. وعشان اللي ما يعرفش فرقه باك ستريت بويز، هي من الاجيال الجديده طبعا، دي كانت واحده من اشهر الفرق الموسيقيه في التسعينات، وكانت اغانيها والبوماتها مكسره الدنيا، ونقدر نقول كده ان هم كانوا ترند قبل ما يتم اختراع الترند اصلا. والحكاية بدأت لما نشرت الشركة المنظمة لحفلات فرقة باك ستريت بويز في الشرق الأوسط قائمة للبلاد اللي هيكون فيها جولة للفريق، وده على الحساب الرسمي للشركة على الإنستجرام. وقالت إن الجولة هتكون في الفترة ما بين 1 و19 مايو، وهتبقى في 7 دول منهم الهند ومصر والإمارات والسعودية. فرقة باك ستريت بويز زي ما قلت لكم هي فرقة بوب أمريكية بتتكون من 5 أعضاء، وتأسست في سنة 1993 في أورلاندو بأمريكا، وقدرت إنها تحقق نجاح كبير جدا في فترة التسعينات وبداية الألفينيات. احنا كمصريين مش بنسمح لاي حد يغلط فينا او يتكلم علينا بشكل وحش او يحاول حتى انه يشكك في تاريخنا وحضارتنا، وعشان كده الستاند اب كوميديان العالمي كيفن هارت اتصدر الترند على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت. الحكايه بدات لما واحده من الشركات اعلنت عن تنظيم حفل لكيفن هارت في مصر، وكان مقرر ليها يوم 21 فبراير اللي فات. ومجرد ما سمع الناس على السوشيال ميديا الخبر، عملوا حمله وهاشتاج بيعلنوا فيه رفضهم لاقامه الحفله لكيفن هارت في مصر، وكانت الحمله بعنوان غير مرحب بيك في مصر، وده طبعا كان قبل ما يعلنوا عن الحفله اصلا. طيب ليه الناس عملوا كده؟ السبب بسيط جدا وكبير في نفس الوقت، وهو ان كيفن هارت اتكلم بشكل مش لطيف في حفله من حفلاته عن الفراعنه والحضاره الفرعونيه، وقال ان مش المصريين هم اللي عملوا الحضاره دي كلها لكن الافارقه. وطبعا التصريحات دي استفزت الكثير من المصريين وقتها وهجموه جدا على السوشيال ميديا. وبمجرد ما اعلنت الشركات عن تنظيم حفل ليه في مصر، تم مهاجمة الحفل بشدة والناس أعلنت مقاطعة الحفلة، وده اللي خلى الشركة المنظمة تلغي الحفل، ولكنها حاولت أنها تبرر الهدف من إقامة حفلة لكيفن هارت في مصر، وقالت أن الهدف منها هو وضع مصر على الخريطة الدولية للحفلات والترفيه بأعلى المعايير الممكنة. ولكن المشكلة ما كانتش في الحفلة ولا في كيفن هارت نفسه، يمكن لو كانت الحفلة دي أعلن عنها قبل تصريحاته كانت الناس قبلتها بترحاب كبير زي ما قبلوا حاليا فرقة باك ستريت بويز، لكن المشكلة أن كيفن هارت أساء للحضارة المصرية. وبكده تكون خلصت فقرة ترندز أوف ذا ويك.